الوصول إلى المعلومة يساعد على تطوير البحث العلمي، غير أن هذا المسار لا يكون سهلا دائما في ظل احتكار بعض الباحثين أو المؤسسات للمعطيات أو إلزامية الوصول إليها عبر الأداء، وهو ليس متاحا دائما للباحث. الإشكالية المطروحة في هذا اللقاء هي الوصول إلى المعلومة على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى العلم، لأن مع الأسف هناك جهات تسعى إلى احتكار العلم وبيع العلم كأي سلعة. إذن هناك توجه مناهض لتوجه الاحتكار، هو أن يكون العلم، الوصول إلى العلم ميسر للجميع. حاليا فرنسا عندها البوافر كتدخل له اكثر من 360 الف منشور علمي سنويا، فبغينا حتى حنا بالتعاون مع بعض البلدان اللي هي ما يمكنلهاش دير بوحدها بحال السنغال بحال موريتانيا بحال، نبداو بيناتنا مع الجامعات ديالنا ومن بعد نفتحوه للبلدان، يعني في اطار ذاك التوجه اللي عطاه لنا صاحب الجلاله ديال اننا نتوجهوا نتعاونوا مع افريقيا. وضمن هذا التوجه يتبحث الخبراء في هذا اللقاء كيفية اقتسام المعلومات، الأرشيف المفتوح، الوصول الحر إلى المعلومة العلمية، مع طرح التجارب الدولية في هذا المجال.